تواصل مصر تكثيف جهودها في تجهيز المساعدات الإنسانية المتجهة للأشقاء الفلسطينيين المتجددة لمنفذ كرم أبو سالم من الجانب المصري لمعبر رفح البري. يأتي ذلك فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي إجراءاته التعسفية التي تحول دون إدخال أكبر عدد من المساعدات خاصة الوقود، مما يساعد في تفاقم الأزمات الكارثية داخل قطاع غزة. المزيد يطلعنا عليه محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. إليك محمود. أهلا بكم وبكل السادة المشاهدين، لازلنا نتابع معكم آخر التطورات الإنسانية والميدانية المتعلقة بالأوضاع أمام معبر رفح البري واستمرار القصف الإسرائيلي في مدينة رفح الفلسطينية. إذا ما تحدثنا عن المساعدات الإنسانية، لازالت مصر تجهز العديد من هذه المساعدات وكثرة الشاحنات المصطفى في معبر رفح البري أو حتى هنا في مدينة العريش، وأنا أرى من أمامي اصطفاف عدد كبير من الشاحنات على جانبي الطريق وأيضا من خلف هذه الشاحنات المترصة. فبالتالي مصر تقوم بتجهيز أكبر عدد من المساعدات الإنسانية يوميا، لكن اليوم الاحتلال الإسرائيلي في منفذ كرم أبو سالم استقبل ما يقرب من 52 شاحنة فقط دون إدخال لشاحنات الوقود، وبالتالي لازال يقدم بعض العراقيل من إجراءات التدقيق والمراجعة التي تحول دون إدخال أكبر عدد من المساعدات الإنسانية، وهذا بالطبع يضيق الخناق على الشعب الفلسطيني ويساعد على تفشي مزيد من الأمراض والكوارث الإنسانية. كما تحدثت منظمة الأونروا اليوم أن هناك قلق بشأن انتشار الكوليرا في قطاع غزة وخاصة في مدينة رفح الفلسطينية. فيما يتعلق بالوضع الميداني، لازلنا نسمع أصوات القصف ودوية الانفجارات داخل مدينة رفح الفلسطينية، وربما منذ مساء أمس وحتى يعني ساعات الصباح اليوم كان هناك دوية انفجارات عالية في مدينة رفح الفلسطينية، بالإضافة بالطبع إلى الانفجارات وإلى المجازر التي يعني ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات ودير البرح والتي خلفت عدد كبير من الشهداء، قارب 40 شهيد بالإضافة إلى المصابين والجرحى. ولازالت مصر تكثف من جهودها السياسية والدبلوماسية للوصول إلى المسار التفاوضي وأيضا للوصول لوقف إطلاق نار كامل داخل قطاع غزة. هذه هي الصورة، والآن أعود إليكم في الاستوديو مرة أخرى.